الحقيقة أهم وأطول effective listening skill هي summarizing، التلخيص. مفروض إن أنا كدكتور في آخر الانترفيو مع العيان لازم ألخص، لازم ألخص، ومحدش فينا يخاف أبدا أو يقول إن أنا هضيع وقتي في السمري أو في التلخيص، كفاية إن أنا خدت الهيستوري أو اديت له معلومات هذا يكفي. لأ، الحقيقة السمرايزنج هو ده الحاجة اللي بتأكد المعلومات، وسواء لما باخد هيستوري بعمل سمري، سواء بدي انفورميشن للعيان برضو بنعمل سمري. تمام، لازم نعمل السمرايزيشن، ومش ما بياخدش اكتر من 3 الى 4 دقايق لو انت بروفيشنال عارف تعملها ازاي. مثلا انا بسال العيان بتاعي I would like to make sure that I've understood you correctly. You told me that، يعني العيان الدكتور ده انت دلوقتي كدكتور بتقول له انا عايز بس اتاكد ان انا فهمت حضرتك صح، حضرتك قلت لي ان الالم ده بدا مع حضرتك من سنه، الكلام ده مظبوط؟ فتبدا انت تفيريفاي الاسئله او تفيريفاي الهيستوري اللي انت خدتها في اللحظه دي. حضرتك في الهيستوري تيكنج انت اللي بتلخص عشان تسمع من العيان الكلام الصح، يقول لك لا يا دكتور انا ما كانش قصدي كده، او يقول لك ايوه بالظبط انا قلت كده ده كلام مظبوط. بالتالي تبقى انت اطمنت ان القاعده اللي هتبني عليها تشخيصك اللي هي الهيستوري سليمه. طيب تعال نشوف ايه الفانكشنز اوف سمرايزنج. هقلها 7 وظائف. اولا it allows you to check accuracy of patient story، دي حاجه لسه بنقولها حالا، انا كده بتاكد ان كلام العيان والهيستوري بتاعته صح، ما ليش حاجه غلط او نسي حاجه. it provides an opportunity to correct any misunderstanding، لو في خطا انا هبدا اصلحه. it allows you to buy time، يعني دي بتخليك توفر وقت. if you get stuck and can't think of what to ask next، انت لو قلت العيان يلخص انت احيانا بتبقى في حاجه مسد او انت عايز حاجه تفتكرها، حتى لو وصلت انك انت في جزء مسد من المعلومات عندك او عايز تدي لنفسك شويه وقت عشان تفكر، فتقول العيان طب انا عايز اطمن انا فهمت حضرتك صح، وتبدا تقول اه هو الالم ده بدا من سنه، او تقول الالم ده بدا في الناحيه الشمال وبعدين راح على الكتف الشمال، وان هو بيسمع احيانا في منطقه البطن، فانت بتعمل ايه؟ بتسيبه يتكلم وتبدا انت كمان تعمل ايه؟ تركز اكتر وتفتكر الحاجات اللي انت عايز تستكمل بيها الصوره. عشان كده بنقول you have you may buy time. باي تايم. ايه الفانكشنز بقى في سمرايزنج الثانيه؟ دي طريقه من طرق الفاسيليتيشن. برضو it may help you to keep the patient on track، يعني انت بتلخص بتجيبه تاني على اهم الاعراض او اهم المشاكل. it shows that you have been listening carefully، لما العيان يلاقيك بتقول نفس الكلام اللي هو قاله بدقه يبقى هو يطمئن انك انت سمعت كويس. اخر حاجه دي طريقه جدا ممتازه جدا to close an interview، ودي حاجة تخلينا نسأل هو مين اللي المفروض يلخص؟ مين المفروض يلخص؟ أنا الطبيب ولا البيشنت؟ الحقيقة في different situations، أما أكون أنا باخد history لسه من العيان أنا اللي ألخص عشان أقول لعيان هل أنا فهمتك صح؟ المعلومات أنا خدتها منك صح؟ فبتلخصها له وهو يقول لك أيوة أو لأ أو نصحح لك دي. لكن لما حضرتك في آخر الانترفيو بتدي للعيان تعليمات او ارشادات او حاجات مفروض يعملها، العيان في اللحظه دي هو اللي المفروض يلخص عشان حضرتك تتاكد انه فهم هيعمل ايه بعد ما يسيب العياده او هيعمل ايه بعد ما يمشي من عندك. فالسمرايزنج مهم جدا، سمرايزنج مهم للعيان، مهم للدكتور، الدكتور بيلخص في نهايه الهيستوري تيكنج، والعيان بيلخص في نهايه المعلومات اللي بتديها له في اخر الانترفيو، بتبقى ابروبريت واي تو كلوز ذا انترفيو. عايزاكم تفتكروا دايما انه في 7 benefits of summarizing تكونوا عارفينهم ومطمنين جدا انه السمرايزيشن مهم جدا جدا كمهاره من مهارات اللسان. هلخص مع حضراتكم برضو التلخيص مهم، ان عايزين نشوف ايه اهم الخطوات اللي تديني فرصه ابقى جود listener. برضو خلي بالنا choosing private and comfortable place، في نوع من التركيز بيني وبين عياني. giving the client a chance to think، اديله فرصه انه يفكر. السايلنس مهم، البوزز مهمه. observing her voice tone and body movements، قلت لحضراتكم
المشاعر بتاعت الانسان بتبان في صوته، فانت خليك جود ليسنر انك تعرف صوته ده بيدل على ايه. speaking in a moderate speed، وانت حضرتك بتتكلم اتكلم بطاقه او باسلوب متوسط في السرعه. واخر حاجه to repeat what the client has said from time to time، اللي هي summarizing. انت summarizing خلاص اتفقنا مهم جدا الدكتور يقوله في نهايه، مظبوط في نهايه الهيستوري تيك، والعيان يقوله امتى، مظبوط في نهايه الايه giving information او instructions. اشكركم وان شاء الله المره الجايه اقابلكم على خير.